الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. كمال ترابيزي مدير نادي الأطفال مطلقاً بالسرس، هو عرض لمسرح الدماء على المسرح التفاعلي في دماء الخيط، يحكي حكاية على تونس المخرافة على مختلف الجهات العادات والتقاليد الجهات التونسية بلغة وبصور ولوحات تعبيرية موجهة خاصة للأطفال. ومشتت الكاميرا المسكينة هزت حطت الميش الطاجرة وحطيتهم في الغاز، وقلت لأولادي يا أمي رجعوني يا أمي رجعوني، وهي تقول لها وقلت يحضر حتى لي هزهم النور. اسمي ياسر بشرميتي، جيت من نصر الله بمركب الطفولة وقدمت حكاويتي بعنوان الصيد والحوتة والظالم. استفيدوا الصغيرات من الحكاية وعرفوا العبرة، وإن شاء الله نجي لبلايص أخرى ونقدم حكاويتي جديدة. نجيب العادي مدير نادي عطفي الإسرائيل، مؤسس مهرجان جهوي الحكاية الشعبية اللي اليوم خدمناه في الدورة الرابعة، تخدموا ثلاثة دورات سابقة للدورة الرابعة على برشا فقرات تنشيطية بمشاركة الجمعية المهرجان الصيفي بمشاركة المكتبة العمومية بالجهة. وهو المهرجان هذا الهدف منه إعادة الاعتبار للتراث الشفوي في مجال الحكاية الشعبية اللي توا تقريبا كل مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكل وكذلك القطاع الثقافة اللي رجعوا يخدموا برشا على الحكاية الشعبية تمرر عديد الرسائل التربوية للطفل. حبيب عبد الله ومتفقد أول شباب وطفولة المهرجان الجهوي للحكاية الشعبية بنادي أطفال إشراردة، عدنا باش نفرحوا الأطفال وباش نعيشوا معاهم هذا الجو الاحتفالي في المهرجان الجهوي للحكاية الشعبية. كما تعرفوا أنه مؤسسة القيروان عنا المهرجان الجهوي للحكاية الشعبية في إشراردة، عنا المهرجان الجهوي للمسرح في سبيخة، عنا المهرجان الجهوي لكرة الأطفال إن شاء الله لحد الجاي في بوحجلة. كل مؤسسة طفولة عندها اختصاص من الاختصاصات نتاع الأنشطة اللي نقوموا بها في مؤسسات الطفولة نتاعنا وفي النوادي نتاعنا، ويتشاركوا مؤسسات الجهة باش يحيوا هذه التظاهرة. سعاد عيشاوي مديرة المكتبة العمومية إشراردة، حضرنا بالمشاركة بعرض وثائقي حول اللباس التقليدي بمختلف أنواعه تأسيس المكتبة العمومية إشراردة، وعرض للزي التقليدي بالتشارك مع رياض الأطفال بإشراردة، وحضرنا كذلك بعرض ممتاز للفنان المتألق دوما سي ياسين بن علي اللي قدم لنا عرض فداوي ممتاز جدا. الحكواتي ياسين بن علي، عملت عرض القوالة اللي هو عرض علاش سميت ياسين بن علي حكواتي، خاطر الحكواتي في تونس معروف اما عرض القوالة ماهوش معروف، خاطر القوالة تختلف المفهوم تاعها من مكان لمكان. دونك عرض القوالة هو عرض يعتمد على الحكمة نتاع اهل البراري اهل السحرة كيفاش نجموا يوظفوه من خلال الشعر والغناء، مزج بين هالفنون هذيا لتشكيل عرض فرجوي كانوا يعبروا به على المحبة اللي دور بيناتهم. كانت المرأة تحب تعبر على الحب نتاعها ولا الراجل يحب يعبر على الحب نتاعها، ما كانش يجي يقول نحبك بالطريقة هذيك، كان يجي يعبر بيقول هذيا ان هما يقولوا شعر ويقولوا الاغنية مع بعضهم تتلم، وهم العباد الكل يفهموا ويعرفوا ومن غير ما يكون حرج. يا زين طارق بالعين زي البيا عشوق داي طارق في القلب زاد دوية، هيا هيا يا 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 عين تزار علي ديدة فيك في مراد أحوال عين تناول في من ديدة فيك في مراد أحوال حيدي كاليدي تيشو في مراد أحوال عين باي فيك زاين شايني في مرحلة في مرد عيون الودة فيك في مراد أحوال. علي طيف مع سياسي نخبي يحكي حكواتي، دخلنا فيه شوية فن مع شوية شعر لتحسين الأداء للمتلقي، حبوها حبونا، درنا في كامل تراب الجمهورية في الغريبة أمس في سوسة اليوم في القروان حبوه، دخلنا فيه طرف الحكواتي معها شوية فن. حاولوا تتذكروا الغناية اللي غنيناها من الأول بالكل. الحياة فام، الحياة فام،
زهرة الحياة.